أقامت لوريال باريس احتفال ضخم على مدى يومين بالعاصمة السعودية الرياض مع سفيرتها في الشرق الأوسط الفنانة السعودية أسيل عمران، وذلك بمناسبة شهر المرأة، وبهدف التأكيد على جهود لوريال في دعم وتمكين حضور وجمال النساء في مختلف أنحاء العالم. هذا الحدث الافتتاحي الضخم أقيم في بوليفارد الرياض وحمل عنوان دروس قيمة، وأكيد بشعار لوريال الشهير لأنك تستحقينه. خلونا الآن مشاهدينا نشوف التقرير عن هذا الحدث مع الزميل فهد بن جليد. لأنك تستحقين، ومن قلب موسم الرياض تحتفل لوريال باريس اليوم بتمكين المرأة في شهر المرأة تحت عنوان دروس قيمة. حفل يحضر الكثير من الوجوه الإعلامية والناشطين والمهتمين بالمرأة. خلونا نتابع أهم الأحداث اللي جرت في هذا المساء الجميل. الأجواء كانت مليئة بالفرح والسرور مع حضور أكثر من 100 شخصية من النجوم والمشاهير والمؤثرين من النساء الملهمات في السعودية والوطن العربي. شاشات بوليفارد الرياض وبعد عد تنازلي تحولت إلى ما يشبه صالة العرض الكبيرة اللي تحكي فيها الفنانة أسيل عمران سفيرة لوريال في الشرق الأوسط عن شهر المرأة وما حققته المرأة السعودية تحديداً من نجاحات وتقدم. إحنا نساء، طريقنا مرسوم بس هو أحلى للرسم. أنا فخورة كثير إنه اليوم أنا أكون وجه من وجوه لوريال أو متحدثة باسم لوريال. يعني اليوم أنت لما تكون متحدثة باسم شركة كبيرة زي لوريال هي مسؤولية، غير إنه هم ما اختاروا إلا بجدارة، إلا شخص فعلاً يستحق. فهذا شيء يعطيني حتى أنا لذاتي رضا، وأحس كذا بقيمة إنه اليوم أنا كفنانة سعودية متحدثة باسم براند عالمي زي لوريال. لأنك تستحقي يمكن من الشعارات اللي في البداية أول ما وقعت مع لوريال كنت أفهمها بطريقة مختلفة. اليوم أقول كل ما نكبر كل ما نظرتنا للأمور تتغير، نصير نشوفها من زاوية ثانية. لأنك تستحقي، كنت دائما أشوف لأني أستحق كل شيء حلو، لأني أستحق أني أكون جميلة، أهتم بنفسي، بس اليوم صرت أشوف لأنك تستحقي هو معنى أني أعرف اللي أقل من قيمتي واللي ما يناسبني أكثر من أني أعرف اللي يناسبني، وأعرف أقول لا قبل الإي، وأعرف أحب نفسي من غير الفلتر ومن غير المجملات اللي اليوم إحنا طبيعي نستخدمها. حلقة النقاش الرئيسة تحدثت عن تمكين المرأة العربية والسعودية والخطوات اللي فيها تذليل لكافة العقبات أمامها حتى تتمكن من تحقيق أحلامها وتشارك في تطوير المجتمع وتسجل المزيد من النجاحات والإنجازات، وهي أهداف لوريال وشعارها لأنك تستحقينه اللي رافق حملات الشركة لأكثر من نصف قرن. دروس قيمة هي مسلسلات بتقدمها ممثلات لوريال باريس من كل العالم، ونحن عملنا هون بالشرق الأوسط كمان دروس قيمة من ممثلات من العرب مثل أسيل عمران والممثلة منى زكي، وبهولي المسلسلات بيحكوا هن شو بيفكروا بالتعبير لأنك تستحقي، وشو هو خبرتهم مع هيدا التحقيق مع هيدا التعبير، وكيف هن وصلوا حياتهم بإيدهم، وشو هي الأخبار تبعهم. ونحن ليه عملنا هيدا الحملة الإقليمية؟ عملنا هيدا الحملة الإقليمية مشان نعطي إلهام لكل النساء في الشرق الأوسط وطبعاً بالسعودية وبالإمارات وبالخليج. الشركة منشأة من أكثر من 110 عام، ولكن من 50 سنة أطلقنا شعار لأنك تستحقينه. يعني بنقول لكل سيدة على مستوى العالم وعلى مستوى الخليج وعلى مستوى المملكة العربية السعودية وبالأخص من الرياض، من قلب أكثر مدينة نابضة في المنطقة اليوم، أنك تستحقينه، أنت تستحقين ما تفعلين وما تريدين أن تفعليه، وأن ما فيش شيء يمنعك من أنت توصلي للي أنت عايزاه، وده اللي احنا بنحاول نقوله النهاردة من قلب هذه المدينة الجميلة. المناسبة اللي احتضنها بوليفارد الرياض على مدى يومين كانت فرصة سانحة لطرح الكثير من التجارب وسماع القصص والنماذج الناجحة للنساء،
وقدمت على شكل لقاءات وحوارات وحلقات نقاش أسهمت فيها لوريال باريس في تقدير النساء في كل أنحاء العالم. والآن نرحب معنا بالمدير العام لقسم المنتجات الاستهلاكية في لوريال الشرق الأوسط أستاذ أحمد وجيه. أهلا وسهلا بك. بصراحة بنهنيكم على هذا التفوق والإنجازات اللي تفتخر فيها كل النساء. أشكرك 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 على استضافتي وأشكرك على وجودي معك اليوم. نورنا. أحمد، تمكين المرأة هو محور الأنشطة اللي أطلقتوها من العاصمة السعودية الرياض. إيش هو الهدف من هذه المبادرة وليش اخترتوا الرياض بالتحديد؟ خليني أبتدي الأول أقول لك إنه شركة لوريال باريس أو شركة لوريال الشركة الأم الحاضنة للعلامة التجارية لوريال باريس هي أكبر شركة في مجال التجميل على مستوى العالم، وبالأخص العلامة التجارية لوريال باريس هي أكبر علامة تجارية في مجال التجميل. It's the number one beauty brand in the world. وده بيضع علينا مسؤولية كبيرة جدا تجاه المرأة وتجاه تمكين المرأة. ولما قررنا إن إحنا نطلق هذه الحملة الإقليمية في المنطقة لم نجد مكان أفضل من الرياض. الرياض النهاردة هي محط أنظار الجميع، هي المدينة النابضة الملهمة اللي بتبعث بكل هذه الرسائل إلى كل المنطقة، ومنطقة البوليفارد بالأخص بكل الفعاليات الثقافية اللي حدثت فيها في خلال الفترة الأخيرة أصبحت حقيقي ملتقى المنطقة. فلم نجد مكان أفضل من البوليفارد أن احنا نطلق منه هذه الرسالة، رسالة تمكين المرأة لكي نذكر كل امرأة أنها تستحق، لأنك يعني تستحقينه، because you're worth it، أنت تستحقي أكثر مما تحصلين عليه اليوم، تقدمي افعلي أكثر، أنت تستطيعين. طيب أحمد، لأنك تستحقينه هو الشعار الشهير للوريال باريس، وأنت لسه دوبك تتكلم عنه، لو تخبرنا أكثر عن هذا الشعار وإيش القصد منه يعني بالتفصيل شوية. أقول لك على قصة ظريفة جدا. هذا الشعار زي ما اتقال في التقرير أطلق إلى العالم من حوالي 50 سنة في أوائل السبعينيات، وبالأخص داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وكان كان في هذا الوقت كل الإعلانات بيبقى صوت الرجل هو الصوت اللي بيغلب على هذه الإعلانات، يعني هو اللي بيتحدث باسم الإعلان، وكان لأول مرة امرأة هي اللي تتحدث داخل الإعلان. واللي أطلق هذا الشعار كانت بنت عندها 23 سنة، وكان دوت ثورة في مجال الإعلانات في هذا الوقت. وقررنا منذ هذا اليوم أن احنا كل سنة حنفكر كل سيدات ونساء العالم أنهم يستحقون أكثر مما يحصلون عليه، لأنك تستحقينه. ومنذ 50 عاما كل سنة بنعمل نفس الموضوع كل في هذا الوقت من العام، وخصوصا في شهر مارس وهو شهر المرأة. طيب أحمد، دروس قيمة هو عنوان حملة لوريال باريس كل عام، حابين نعرف المزيد عن هذه الحملة. والله هذه حملة قريبة جدا إلى قلبي، لأنها حملة بتهدف إلى أن هي تظهر إلى كل المنطقة العربية وبالأخص منطقة الخليج الكوادر والشخصيات اللي حققت نفسها على المستوى الإقليمي. ومن أهم الشخصيات اللي احنا أظهرناها في هذه السلسلة هي منى زكي الممثلة المصرية والممثلة السعودية أسيل عمران. وأسيل عمران كانت هي محور الإيفنت اللي حدث في البوليفارد، وتحدثت عن كل الأمور اللي هي عدت بيها في حياتها والصعاب اللي عدت بيها في حياتها عشان تصل وتحصل على ما هي حصلت عليه. هذه السلسلة أيضا فيها بعض الشخصيات الأخرى مش هقدر أقولهم كلهم لأنه الوقت مش هيسعفني، ولكن أقدر أديكي مثال. مثلا عضوة الدخيل وهي فنانة موسيقية شاعرة رائدة أعمال وكمان طيار بتطير طيارات. يعني أتوقع أنه نص اللي هي عملته في كتير من الرجال ما بيقدروش يحققوه. فأنا فخور جدا أنه في هذه السلسلة اللي بنعرضها على قناة لوريال باريس ميدل إيست على اليوتيوب بنعرض هذه الكوادر وهذه الشخصيات، وبنحاول نلهم كل السيدات اللي في المنطقة، لأن احنا محتاجين نعمل ده، محتاجين كل امرأة وكل بنت وكل سيدة تفتكر ان هي تقدر تحقق أهدافها. ولما بتشوف هذه الشخصيات وهذه الكوادر يمكن نحرك شيء جواها ان هي تتقدم وتحقق اللي هي عايزاه بشكل أفضل. يعني يعطيك ألف عافية يا أحمد، المدير العام لقسم المنتجات الاستهلاكية في لوريال الشرق الأوسط أحمد وجيه، شكرا لوجودك معنا اليوم، يعطيك ألف عافية. أشكرك أشكرك أشكرك. شكرا.